تاني أغاني وموسيقى. والسؤال هو أحب يديك هي أغنية الفنانة سورية معاصرة، فمن هي؟ أصالة. أول ما نقول سورية نقول أصالة، وأصالة إجابة خاطئة. أغنية وطنية عن سوريا كانت في 2015 في يونان. مصطفى نبيل، إجابة صحيحة. برافو عليك يا مصطفى، برافو عليك. 10 نقط مهمين جداً. النتيجة اتغيرت، جامعة النيل 60، جامعة الدلتا 35.